بيت بيت بيت. خلطة بيتة بالصلصة. ويندو شباك شباك شباك. فور فور فور. كتاب كتاب كتاب. ده هو أنا. متهيالي واضح إني لازم أفكر إزاي أغير حياتي. هي مشكلتي؟ أولاً أنا فار، يعني حياتي صعبة جداً، وثانياً عندي حاسة تذوق وشم نادرة. بيض سكر ونقطة فانيليا. فور دي ريمبر فور فور. على تنتوفه ليموني. يا انت شميت كل ده، دي موهبه هايله. وده ايميل اخويا بينبهر بسهوله. بتعرف كل حاجه من ريحتها، ايه يعني؟ ده بابايا ما بينبهرش، وبالمناسبه هو زعيم العشيره بتاعتنا. عارف ايه عيب ان يبقى عندك حاسه شم قويه؟ لا 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 ما تاكلش دي. ايه اللي بيحصل ده؟ واتضح ان الريحه العجيبه دي سم فران. وفجاه بابا اقتنع ان موهبتي مش تافهه، وكنت فخور جدا بيها لحد ما بابا اداني وظيفه. امان امان عليك نور الشفا شمام سموم اخر فله اكثر بياضا يعني نظيف. كأن السم يعني بيخلي الأكل ما تدقش. اللي بعده. المهم طولت رقبته. مش بالسم حاسس براحة يا ريمي؟ ها؟ بتعمل خدمة جليلة. ها دي remember what it is. فار فار. جليلة؟ احنا حرامية يا بابا، واللي بنسرقه أصلا ما تأخذنيش زبالة. ما تبقاش سرقة لو ما حدش عايزها. ولما ما حدش عايزها يبقى بنسرقها ليه؟ مش سميها اختلاف وجهات النظر. أسر الكلام، إن كان أكلك شبهك يبقى لازم أكل أكل نظيف. لكن فلسفة بابا الأكل بنزين. هتقعد تتشرط إيه اللي يملى التانك؟ موتورك مش هيدور. امنع الكلام وكل الزبالة. بس لو مضطرين نبقى حرامية، ليه ما نسرقش أكل حلو من المطبخ ويبقى مش متسمم كمان؟ أولاً ما احناش حرامية. ثانياً ابعد عن المطابخ وعن البني آدمين، دول خطر. عارف إني المفروض أكرههم، بس فيهم شيء مدهش. دي ريمبر بيت بيت. مش عايشين وخلاص، بيكتشفوا بيخترعوا. شوف مثلا اكلهم عامل ازاي. اوصف لكم ازاي الاكل الحلو، تدوقه زي المزيكا وتشمه زي الالوان، الخيرات متلتله حواليك. تلفزيون تلفزيون. مطلوب منك بس تستطعمها. جوستو معها جبنة فراولة جبنة فراولة جبنة فراولة. هايل، كل طعم له إحساس فريد. لكن لو تجرب طعمين على بعض هتفتكر طعم مختلف وجديد. Do you remember? شباك شباك. حياة سرية. That's enough for today. This is our first episode and we will continue inshallah. See you. Assalamu alaikum.